المسألة رقم 5، نشوف النص المسألة مع بعض. A 4.15 volt battery is connected across a pallet plate capacitor. Illuminating the plates with ultraviolet light causes electrons to be emitted from the plates with a speed of وهذه سرعة الإلكترونات. الظاهرة هذه تعرف تحت اسم الظاهرة الكهروضوئية الفوتوإلكتريك إيفكت. التفاصيل سوف ندرسها في الشابتر 3 كما ترون هنا صفحة 76. هنا فقط أود توضيح الشكل كيف يكون، وأيضا البعض منكم يكون درس هذا الظاهرة بشكل وجيز. إذا نستعمل إذا قطعة معدنية عادة ونشع بالضوء معين، أوكي، وبعد ذلك لهنا إذا هناك إنتاج للإلكترونات، أوكي، نستخرج إلكترونات من هذه القطعة هذه. الآن البارالل بليت كاباسيتور تاعنا ممكن يكون هذه زائد هذه مثلا، أوكي، الضوء ممكن يشع على هذا وعلى هذا. هذه هي الفكرة، أن الإلكترونات في البارالل بليت كاباسيتور هنا سوف تنتج إما هنا إما هنا. في السؤال A، suppose electrons are emitted near the center of the negative plate، إذا الإنتاج هنا في negative plate، and travel perpendicular to that plate toward the opposite plate، يعني الموجب. والمطلوب find the speed of the electrons when they reach the positive plate، إذا المطلوب هو السرعة النهائية عندما تصل الإلكترونات إلى الصفيحة الموجبة. السؤال B نعكس، أوكي؟ suppose instead that electrons are emitted perpendicular to the positive plate. Find their speed when they reach the negative plate. إذن في السؤال الثاني الإلكترون نهتم بالإلكترونات التي تنتج أمام ال positive plate والتي تسافر نحو ال negative plate، يعني في الاتجاه المعاكس. المسألة بالطبع هي عبارة عن مراجعة لمبدأ حفظ الطاقة. إذن عاودت رسمت إذن البارالل كاباسيتور بالصفيحتين، الصفيحة السالبة والصفيحة الموجبة، والبطارية تاعنا القطب الأدنى يعني السالب والقطب الأعلى اللي هو الموجب. عندما نقول القطب الأعلى معناه القطب الذي جهده أعلى، أوكي، هذه البوتنشال الكهربائي اللي هو الفولت، البوتنشال الكهربائي تاع هذا القطب هذا أكبر من هذا، أوكي، قيمته كم ما لا أدري، وقيمة هذا أساسا لا أدري، ولكن نعرف الفرق. الفرق ما بين الاثنين هو 4.5 فولت. باش نعرف أساسا قيمة الفولت، نذكركم أنه في الكيمياء ندرس البنية الكيميائية تاع كل العناصر، وبالتالي كل عنصر عنده ما نسميه بالإلكتروكيميكال بوتنشال، واللي متعلق مباشرة بقيمة البوتنشال في المواد المحتويات داخل البطارية. البطارية إذا تحول طاقة كيميائية، أوكي، إلى طاقة كهربائية. طيب نغلق القوس في هذا حول هذا التفاصيل هذه. في الصفيحة هذه في الكيس A أو سؤال A، الإلكترون نهتم بالإلكترون اللي ينتج هنا، أوكي، وليسافر إلى اليمين، أوكي، وإذا سرعة الإنتاج هنا ما تتغيرش، أوكي، لهنا السرعة البدائية تاعو ما تتغيرش، ونبحث عن السرعة النهائية. وفي الكيس B إذا نهتم بالإلكترون الذي ينتج هنا وعندما يسافر إلى اليسار، وسرعة الإنتاج هنا هي نفسها السرعة اللي ينتج هنا، أوكي، ما تتغيرش هذه السرعة هذه، ونحسب السرعة النهائية عندما يوصل إلى الصفيحة السالبة. كما تعلمون لهنا عندما ينتج في الصفيحة A عنده طاقة حركية وعنده إذا طاقة كامنة كهربائية KA QA، ونفس الشيء في الصفيحة الموجبة. إذا في السؤال A، the electron travels from the negative plate to the positive plate B، أوكي، ودلتا V اللي هو الفرق في الجهد 4.5، وش هو؟ هو الجهد الأكبر، الجهد الأكبر ناقص الجهد الأصغر، أوكي، هذا اللي يعطيني بلس 4.5. وبالتالي مهم جدا أن الجهد الأكبر هو VB في الرسمة التاعي ناقص VA. لو عملت VA ناقص VB يعطيني ناقص 4.5 فولت. ردوا بالكم، ها، دائما فرق جهد تاع البطارية هو دائما الجهد في القطب الأعلى ناقص الجهد في القطب أو القطب ذات الجهد الأدنى. الانطلاقة من الصفيحة A في السؤال A، إذا السرعة البدائية 1.76 مضروب بكذا متر على الثانية initial speed at plate A، والمطلوب هو VB سرعة الوصول إلى الصفيحة الثانية. كتلة الإلكترون إذا كنت إذا كانت لازمة عفوا إذا كتلة الإلكترون تأخذها من الكتاب،
اوكي قيمتها بالكيلوغرام. اذا ذكر انه من الكتاب appendix A مثلا او انترنت اذا كان عندكم انترنت اعملوا جوجل فقط وتبحثوا كتله الالكترون وتلقاوها على الانترنت. اذا appendix A constants and conversion factors وكتله الالكترون. شايفين ماش هنستعمل كل هذا الدقه هذه وانما سوف استعمل فقط رتبتين بعد الفاصله. اذا سوف اخذ 9.1 وهذا الصفر هذا يتحول الى 1 لانه امامه هنا 9. اذا سوف استعمل 9.11 مضروب ب 10 اس سالب 31 واللي هي القيمه هذه. وذكر اذا انه حرف الكي هو كينيتيك انرجي وحرف اليو هو الالكتريك بوتنشال انرجي. والعلاقة ما بين الالكتريك بوتنشال انرجي والبوتنشال الكهربائي V اللي هو هذا VB أو VA هي الشحنة مضروبة بالبوتنشال. ذكركم مراجعتنا للكويستشن 4 اوكي ومثال الالكتريك بوتنشال انرجي. إذا الطاقة الكهربائية الكامنة أو الطاقة الكامنة الكهربائية والالكتريك بوتنشال والعلاقة بينهم هي أن الطاقة الكهربائية تساوي البوتنشال مضروب بالشحنة أوكي؟ أو العكس البوتنشال يساوي الطاقة تقسيم الشحنة أوكي؟ إذا نستمر نكتب حفظ الطاقة الميكانيكية والطاقة الميكانيكية هي مجموع الاثنين. إذا EA يساوي EB معناه مجموع الحركي والكهربائي يساوي نفس الشيء في البليت B. هذه المعادلة واحد ونستخرج إذا نريد السرعة النهائية إذا من الطاقة الحركية النهائية إذا نستخرج كي بي. كي بي يساوي إذا هذا الكمية وهنا يظهر يو اي ناقص يو بي. أوكي يو اي ناقص يو بي وش هو؟ إذا كل يو هو عبارة عن ماينس اي مضروب بي في هو إذا ناقص اي مضروب بفي اي ناقص في بي. أوكي وفي اي ناقص في بي هو معاكس هذا لأنه هذا في بي ناقص في اي إذا هو ناقص دلتا في. أوكي والناقص مع الناقص يعطيني بلس اي دلتا في. اوكي ونكتب الطاقات الحركيه اللي هما كي اي 1 على 2 ام في اي تربيع هذه وكي بي 1 على 2 ام في بي تربيع. اوكي ونستخرج الان في بي تربيع لانه المطلوب هو في بي. اوكي نستخرج في بي تربيع. كيف نستخرجها؟ نضرب الاثنين باثنين على ام. اذا هنا ام على 2 يختفي ام على 2 يختفي وهنا يظهر 2 على ام. اوكي ونتحصل على هذه المعادله. والان نمر الى التطبيق العددي. بالطبع انا اهتم بفي بي ولكن في التطبيق العددي نحسب المربع وبعد ذلك ناخذ الجذر. اوكي اذا في المعادله هذه في اي تربيع موجود هنا وضعت اذا ال10 اس 6 تربيع على الجنب اذا اعطاني 10 اس 12 والترم الثاني هذا 2 اي دلتا في. اذا كتبت 2 مضروب بدلتا في 2 مضروب ب 4.5 ووضعت اي على اليمين باش نوضع 10 اس على الجنب. اوكي وتقسيم الكتله كتله الالكترون اللي هي هذه. نلاحظ انه ال 10 اس 19 مع 10 اس 31 يعطيني 10 اس 12 هذا معامل مشترك مع هذا. اذا يخرج من الحساب وش يبقى لي؟ يبقى لي نحسب السيجنيفيكانت ديجيتس لهذا ونجمعهم لهذا. اوكي اذا هذا يعطيني 3 فاصل هذه القيمه الوسطيه من الحاسوب وهذا ايضا القيمه الوسطيه من الحاسوب. هذا تفاصيل في التمارين القادمه ربما سوف اتجنبهم لهنا راني نكتبهم بصوره واضحه علشان تتعودوا على هذه الطريقه هذه. اوكي طريقه اذا تسهلكم الحسابات وتمكنكم من تجنب الاخطاء اثناء الحساب. اوكي إذا عندما نجمع الاثنين يعطوني هذه الكمية 4.68 إلى آخره مضروب ب 10 أس 12 وناخذ الوحدة بالطبع هذه سرعة مربع. أوكي السرعة الوحدة بالطبع هي وحدة السرعة مربع. أوكي وبعد ذلك ناخذ الجذر من هذه القيمة هذه باش نتحصل على هذه القيمة النهائية. إذا جذر 10 أس 12 هو مباشرة 10 أس 6. أوكي والجذر هذا واحترمت اذا رتبتين بعد الفاصله لانه كل السرعه معطاه برتبتين بعد الفاصله. اوكي اذا احترمت هذا الشرط هذا لي في التمرين هو شرط غير مكتوب ولكن مفهوم. اذا نتحصل على 2.16 مضروب ب 10 اس 6 متر على الثانيه. ملاحظة عملت خطأ بسيط في التمرين هذا هو أنه عوض ما نستعمل 10.15 فولت استعملت 4.5 فولت. أوكي إذا ربما تتحصلوا على قيم شوية أقل من هذه. أوكي
لماذا؟ لأنه دلتا في إذا استبدلت 4.5 ب 4.15 سوف تلقى قيمة شوية أصغر من هذه، أوكي؟ ليس بكثير. الآن نمر إلى الحساب الثاني. الإلكترون إذا منتج في على الصفيحة الموجبة، أهتم بهذا الإلكترون عندما يسافر إلى اليسار. بالطبع كلنا نعرف أن الإلكترونات هي شحن سالبة، وبالتالي الإلكترون يكون هنا يعمل acceleration، أوكي؟ وبالتالي من الطبيعي أنه إذا بدأ بسرعة 1.76 مضروب بكذا، السرعة تاعه عند الوصول سوف تكون أكبر من هذه، والدليل هو الناتج هذا، أوكي؟ كان هناك تسارع. الآن في السؤال الثاني، بالطبع نحن نتوقع أنه إذا كان الإلكترون سالب وينتج هنا، باش يروح يسافر هنا راهو يسافر ضد الطبيعة تاعه. الشحن السالبة لا تريد الذهاب إلى الأماكن بالبوتنشال الأدنى، أوكي؟ ولكن لا يمكن أن يفر إلى اليمين، أوكي؟ إذن هنا الفكرة هذه هي أنه هذه السفرية هذه ذهنية، أوكي؟ هذه السفرية ذهنية. ماذا يحدث لو أخذنا هذا الإلكترون هذا وفرضنا عليه السفر إلى هذه الصفيحة السالبة، أوكي؟ إذن هنا سوف نتوقع أن سرعته سوف تكون أقل بالطبع، لأنه سوف يتباطأ. إذن نعيد مرة أخرى. The electron is produced at B، يعني في الصفيحة الموجبة، with VB، إذن نفس السرعة البدائية، and travels to A، إلى اليسار، يعني الصفيحة السالبة. والملاحظة، this is not the natural path for a negative particle. Okay, so we expect a slowing down of the electron. إذن السرعة اللي لازم نلقاوها سوف تكون أقل من 1.76. Okay, بعد ذلك نشوف العشرة أس كم يكون. إذن ننطلق دائما من الـ conservation of energy اللي هي العلاقة واحد، نذكرها إذن موجودة هنا أمامكم. والآن إذن عندي KB، ونستخرج KA من هذه العلاقة هذه، ونتحصل على هذه. إذن KA هو KB زائد UB minus UA، ونعيد نكتب إذن الطاقة الكهربائية بدلالة البوتنشال الكهربائي. إذن الطاقة الكهربائية هي الشحنة مضروبة بالبوتنشال، والبوتنشال هذا VB minus VA هو تماما دلتا V، أوكي؟ ونكتب KA 1/2 فيه ربما خطأ، هذا KB، أوكي؟ هذا KB هنا، كي بي هذا كي بي. إذن كي بي هو 1/2 ام في بي تربيع، وكي اي هو 1/2 ام في اي تربيع. ودائما نضرب بام على 2 باش نستخرج السرعة أو مربع السرعة. وإذا هنا إذا الام على 2 يختفي، ام على 2 يختفي، وهنا يظهر 2 على ام، ونتحصل على القانون هذا أو هذه المعادلة، أوكي؟ هذه المعادلة هذه إذا لاحظتوا هي نفس المعادلة اللي لقيناها من قبل، اللي هي هذه، أوكي؟ فقط وش عملنا هنا؟ استعملنا نفس القانون اللي هو القانون واحد اللي هو حفظ الطاقة، أوكي؟ فقط كنت حاب نتوصل إلى هذا الصورة هذه علشان تكون واضحة بالنسبة لكم، أوكي؟ كنا قادرين ننطلق من هذا القانون ونستخرج في أي تربيع مباشرة من هذا القانون، نتحصل على نفس الشكل هذا. والتطبيق العددي إذا نفس الفلسفة، إذا عندكم الفوق القيم ممكن تعودوا تراجعوها. إذا 10 أس 12 يعود يظهر هنا ويظهر هنا، والحساب إذا هذا هذا ناقص هذا يعطيني هذه الكمية هذه، هذه مربع بالطبع، وناخذ الجذر التربيعي ونحترم إذا رتبتين بعد الفاصلة، ونتحصل على 1.23 مضروب ب 10 أس 6 كما هو متوقع. 1.23 أصغر إذا من هذا القيمة الأصلية الانيشال فيلوسيتي، وبالتالي اذا التوقع بتاعنا اللي هو التباطؤ سلوين داون اذا متحقق. ملاحظه اذا تكلمت عنها، ماي سولوشن يوز دلتا في ايكوال 4.5 فولت وايل دلتا في ايكوال 4.15 فولت ان ذا بوك. هنا ايضا نفس الشيء، المتوقع لهنا انه القيمه تاعكم تكون اظن شويه اكبر، اوكي؟ اذا دلتا في 4، انا استعملت 4.5 وهذا ناقص، ما تنساوش أنا استعملت 4.5، ثم تنقصوا 4.15، إذا هذه القيمة هذه سوف تزيد شوية، إذا القيمة تاعكم سوف تكون شوية أكبر من هذه، ربما 1.25 1.26 في هذه الحدود هذه.